والحمد لله كانت حرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة، حياة يعني كل وقت قتل وحرب، كل أطفال العالم عايشين ومبسوطين إلا إحنا. حتى أختي نور الصغيرة كانت لما تسمع صوت الصواريخ كانت تخاف. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير، يعني المهم يقتل. ربنا يرحم الشهداء ويشفي الجرحى إن شاء الله. وطبعا هذه الحرب كانت كتير قوية علينا، مع انها 3 ايام لكن كتير كانت قوية، وكانت كتير رعب على الاطفال. اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، وكتير خلوا ناس يتصاوبوا منا، ونصهم اطفال ونصهم نساء، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي، كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا. يعني هم عشانهم قتلوا اطفال كتير من عنا نستسلم؟ لا مستحيل، حنزداد قوة ان شاء الله، وبإذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريب. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحريه،